ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية والذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال هذا الاجتماع الوزاري في إطار العمل على مواصلة البناء على ما تم تنفيذه من منجزات ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك والجهود الموحدة لمواصلة العمل على ضمان سلامة الغذاء في دول المجلس. وأكد وكلاء الصحة على أهمية هذه الاجتماعات لتوحيد الجهود الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون في مجال متابعة سلامة الأغذية ومواكبة أحدث المستجدات والتطورات الإقليمية والعالمية في هذا المجال. هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وقانون نظام الغذاء الموحد لدول المجلس، إلى جانب بحث ومناقشة موضوع المركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية والأغذية المستوردة.